هذا البرنامج يأتيكم برعاية مشروبات أمير المؤمنين ميمي خشيشي. واش واحد تبقى يعير فينا وتبقى يعير في المالي؟ تخاف على المغرب والملك أيضا من بيت النبوة وهاشمي وجده النبي وما عنده مشكلة يعني في أي تغيير. ماذا تضحك؟ وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.